درس اليوم راح اوريكم شلون راح نسوي سليبرز حق اليهال بيبي بوتيز. طبعا يعني هذول مواليد يعتبرون اتوقع تقريبا خلينا نقول 6 ل 9 اشهر، بس ديروا بالكم يعني هذا مو النوع اللي يلبسونه ويمشون فيه لانه هو شوي يزحلق، مو حاطين له مثل شيء من تحت اساس ما يزحلقهم. فيلا خلينا نبدا. فاول شيء انا مستخدمه طبعا خيط نورو وابره مقاس 4، تقدرون تستخدمون اي خيط مقاس 4 عادي يمشي. اول خطوة راح تسوون كاست اون. كاست اون اللي هو تحطون الغرز على الابرة 33 غرزة. طبعا تقدرون انتو تسوونه باي كاست اون، يعني طريقة كاست اون ما في شيء صح او غلط عادي. انا بالنسبة لي لاني احب الكيبل كاست اون فانا راح اسويه بالكيبل كاست اون، بس انتو تقدرون تسوونه باي كاست اون عادي. فراح احط الحين 33 غرزة. طبعا تأكدوا انكم قاعد تمسكون الخيط الطويل. نبدأ الحين، هذا 2 3 4، خلصت 33 غرزة. الحين راح نبدأ غرزة سطر غرزة نت. طبعا هذا المشروع كله غرزة نت، ما راح يكون في غرزة بيرل. إذا حابين تشوفونهم تفاصيل أكثر عن غرزة النت تقدرون تشوفونه بالبلاي ليست ما دورة تريكوم مبتدئات. فالحين أنا راح أكمل نفس ما أنتم شايفين نت لمن آخر السطر. السطر كامل نت. طبعا إحنا حاليا شغالين من هني وراح نمشي لما نوصل هني. لما توصلون تشوفون هني شلون مكان التقوس، هني راح نبدأ تناقص. فاشتغلوا 30 سطر، وإذا حسيتوا إنه راح أوفر فقللوا لا تكملون، وإذا حسيتوا إنه أقل كملوا لما توصلون حق السطر رقم 30 أو توصلون حق هذا. أهم شيء بالنسبة لي توصلون حق الجزء هني، أهم شيء توصلون الجزء هني. فأنا راح أشوفكم بعد ما توصلون هني. طبعا الأسطر كلها نت اللي هو garter stitch. ف راح أكمل عادي غرزة عادية ما في أي بيرل أو أي شيء. بعد ما تخلصون الأسطر وتشتغلونهم طبعا كلها نت، المفروض الحين نبدأ تناقص. فمثل ما أنتم شايفين المفروض الحين نبدأ، شوفوا شلون هني بدأ. فالمفروض ان الحين احنا نبدأ ننقص، فأنا الحين راح أبدأ أنقص معاكم. فطريقة التناقص راح يكون knit two together. knit two together هو نفسه غرزة النت، بس بدال لا ندخل الإبرة في غرزة واحدة نفس ما كنا مسوي غرزة واحدة، راح ندخلها في غرزتين. يعني شوفوا دخلت في الأولى والثانية ويا بعض، بعدها راح أسوي غرزة نت. وراح أكمل بهالطريقة إني أدخل 2 2 ويا بعض لما أوصل حق آخر غرزة، وآخر غرزة راح أسويها نت عادي. فلاحظوا الحين هذيلا 2 ويا بعض خيطهم، وراح أكمل بنفس هالطريقة. إذا حسيتوا إنه عندكم صعوبة إنكم تدخلون غرزتين مع بعض نفس الوقت، تقدرون أول شي تدخلون غرزة وبعدين تحطون الغرزة الثانية بالتدريج. فبشذي راح يكون أسهل لكم من إنه مرة واحدة تدخلونه بغرزتين. فهذا الحين دخلته بواحد وبعدين أدخله بالثاني، وراح أكمل نفس الطريقة لمن آخر السطر. بس دائما انتبهوا لما تسوونكم يعني طريقة إنكم تدخلون غرزة غرزة، إنه ما تطوفون غرزة أو تسوون نت تتحمسون. تأكدوا إنهم دائما غرزتين، لأن إحنا الحين قاعد نقلل عدد الغرز، فنبي نتأكد إنه أحنا نفس الشيء. فأنا راح أكمل بهالطريقة وراح أشوفكم بعد ما أخلص السطر. شلون تتأكدون إن شغلكم صح؟ إنه لازم آخر شيء يبقى لكم غرزة واحدة، يبقى لكم غرزة واحدة ما تقدرون تحطون وياها أي غرزة ثانية، فمعناته شغلكم صح. الحين خلصنا السطر الأول التناقص، راح أكمل بنفس الطريقة إني السطر اللي وراه تناقص لما يبقى آخر غرزة واحدة.
اللي وراه نفس الشيء. لما اخر شيء راح يكون عندكم بس 3 برز على الابره. فالحين لاحظوا هذا ثاني سطر تناقص، وانا قاعده امشي على نفس الطريقه، قاعده اخذ 2 ويا بعض وقاعده اشبكهم. لان الحين احنا صرنا بالسطر الثاني من التناقص، فشوي الغرز اوسع، فصاير اسهل عندي اني انا ادخل 2 ويا بعض. فلاحظوا الحين انا باخر 3 غرز احلفهم، راح اخذ 2 2 وهذا 1، معناته شغلي صح. الحين هم راح اكمل نفس الطريقة. طبعا ما خاف انا قاعد اوريكم بالتفصيل ممل، بس على اساس انه يكون شغل واضح. فالحين لاحظوا 2 ويا بعض نفس الطريقة، كله تناقص، كله قاعدة ادخله كذي 2 2. طبعا لاحظوا وصلنا اخر 3 غرز، هذول 2 ويا بعض وهذا الاخير. الحين باقي اخر 5 هم نفس الطريقة، هذول 2 ويا بعض، هذول 2 مع بعض وهذا ويا. الحين لاحظوا صار عندنا 3 غرز. فالحين راح اسوي الكاست اوف، اللي هو راح اشيل الغرز من على الابرة. طبعا طريقة الكاست اوف مثل ما احنا تعودنا، نخيط غرزة والغرزة الثانية، بعدين الاولى نطيحها على الثانية، ونفس الشيء اللي وراه نسوي غرزة نت، وبعدين ناخذ الاولى ونطيحها على الثاني، وبكذي راح نكون خلصنا. طبعا انا افضل انه يكون شوي الخيط طويل، لان هذا مو بس راح يكون تنظيف اطراف، هم راح نستخدمه انه نشبك القطعة ويا بعض، فراح يكون احسن من انك ثاني قطع خيط. بس بالنهاية كل واحد حسب شنو هو حاب. فالحين المفروض يكون عندكم قطع بهالشكل. راح اخذ الابرة، ابرة التنظيف العادية، واحط فيها الخيط. طبعا لاحظوا ان هو بروحه راح يتغوص كذي بهالطريقة، وهذا اللي صار راح يغطي هذا المكان الفاضي. فالحين انا راح اروح اشبكه هني، وطبعا راح اشبكه بالجهة الثانية اللي هني. لاحظوا اذا حسيتوا انه في فراغ تقدرون تمشون عليه بعد مرة، وراح نكمل نمشي بهالاتجاه. طبعا احنا راح نكمل لما نوصل حق حجم الفتحة. اذا ما كنتم متأكدين ايش كثر تخلون فراغ، تقدرون تستخدمون هذا كمقياس، فراح تعرفون انكم راح تخيطون لما توصلون هني. فانا حخيط لهني تقريبا، فانا الحين توني بالبداية. انا دايما طريقتي احب اني امشي كذي بهالطريقة، يعني ما اخلي الخيط كذي، لا دائما يكون على نفس الجهة وبشي. طبعا تقدرون انكم تمشون غرزة غرزة اساس تتأكدون انه يطابقون بالضبط. تقدرون هم تشتغلون كروشيه، انكم تثبتون القطعتين ويا بعض اذا انتم ما تحبون الابرة التنظيف. بالنهاية كل واحدة حسب هي شنو، يعني مو كل عارف، مو كل الناس يعرفون كروشيه، فبالنسبة لهم إبرة التنظيف أسهل. الحين بس خلي أتأكد إني أنا وصلت حق المقاس. طبعا أحط هذا بالطرف هني. تقريبا الحين إحنا وصلنا خلاص كافي. مرة ثانية راح أرد. الشيء لازم تسوونه تشوفون أحط إيدي داخل وأمشي عليه القطعة، أساس إذا في أي فراغات أي مكان يصيد أصيده، أساس أقدر إني أنا أثبت. طبعا أنا الحين قاعدة أمشي بعد مرة، وبعدين طبعا راح أعكس، يعني راح أدخل داخل راح يروح برا، حوريكم. بس قبل لا أسوي هالشي أبي أتأكد إن كله خيط عدل.
كذي أنا خاصة راح أنظف الأطراف. بعد ما أنظف الأطراف راح أقطع الخيط، ولا ننسى نشتغل على الجزء اللي ورا. طبعا لحظة، في هذا الجزء أول شيء خلي أنظفه. فثبت فخذيت لي خيط. أول شيء بثبت القطعة شوي، الخيط بالقطعة. الحين ثبتته، يعني ما أشد حدة، بس أساس أبي الخيط يكون داخل عشان بعدين مو لازم أنظف الطرف مرة ثانية. فأول شيء ما راح أشد، بس بعد ما أثبت أوكي الحين أقدر أشد. طبعا مثل ما أنتوا شايفين هذا الجزء الخلفي الحين راح أثبته، راح أثبته مع بعض يعني أسكره. طبعا دائما احب بعد ما خلاص انا يعني مشيت عليه، مشي عليه بعد مره، بس على اساس انه الحين بس راح اخفي طرف الخيط. طبعا لازم سايد اوت بس يطلع شكل ارتب. وهذا هو البوتيز، it's so cute. إذا أعجبكم فيديو اليوم بليز لا تنسون اللايك، وحابة أشكر متابعتكم. مع السلامة.